نسخة ثانية للكتاب المدرسي لكافة المواد أصبحت الآن بين يدي التلاميذ مجانا بحسب عبد الله ولاية ورقلة، والتي ستريحهم من ثقل المحفظة، وهو ما استحسنه التلميذ والأستاذ على حد سواء. أنا فرحانة لأنهم وفرونا هذه الكتب لنأخذ المحفظة فارغة. وفرت لنا الكتب لتخفيف المحفظة. كتاب اللغة العربية وفرته لنا ووفرت كل الكتب الآخرين من أجل تخفيف المحفظة. نسخة كتابي هي نسخة ستساعد العملية التعلمية سواء نحن كمعلمين، كانت سهولة في تقديم الدرس، فالتلاميذ كلهم عندهم كتب، يعني التلميذ لا يقول لك ليس لدي كتاب أو نسيت كتابي، فهنا بمجرد بداية في الدرس كل تلميذ عنده كتابه فوق الطاولة. الاستراتيجية التي تبعتها الدولة هذه عمدت على تطبيقها مديرية التربية بورقلة، حيث ستخفف على تلميذ السنة الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي المحفظة بشكل قطعي، لتبقى الكتب ملكا للمدارس محفوظة داخل الأقسام. شرعنا اليوم في ولاية ورقلة على غرار باقي ولاية الوطن في توزيع النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الخاص بالسنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، والعملية تمت في ظروف حسنة، وشهدنا اليوم استغلال النسخة الثانية من الكتاب التي تهدف إلى تخفيف وزن المحفظة. أصبحت الوسائل متاحة للتلميذ والأستاذ لتحصيل علمي سلس وجيد ما دام قطاع التربية في أولويات الدولة لتطويره وتحسين المستوى الدراسي.